يا مرحبا. اضحك من قلبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. تمام مبارك. معانا من هذا طبعا مقالب سجاس. اي همام طولة رمضان مفجع عباد الله، واليوم سجعت مني انا. الله يرضى عليك. جمعي سؤال. تفضل. ما هو الشيء الذي يعني يوجد له رجل واحدة وجناح واحد؟ رجل واحدة وجناح واحد. طاير فعلا. خلي 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 عايز بيقول لك جائزة. ايش جائزة؟ ايه ايه ها؟ ايش الجواب؟ استرع عقدبني. طاير فعلا كذا. لنا تابعونا في اول حلقه العيد اليوم. ان شاء الله تكون حلقه جميله مع اسم محمد مقلب، وانا معي اسئله ومعي كمان ضحكني. ما نطولش عليكم، يلا شباب الحقوا بعدنا. هي يلا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ودي بارك الله السرور. بارك الله فيك. بارك عليك. كيف حالك؟ الله يسلم حالك. كنت عادي. يا مرحبا حبيبي. اللي فاجئناك وطلعناك عن طلعك في قناه المهريه معنا على طول مباشر. حبيبي يا حبيبي. الله يسلم حالك. اول مره تزوج صح؟ اول مره عليك. واخر مره. اخر مره. حبيبي قلبي. طبعا انت معنا سؤال، لا جاوبتها لي بقول لك جائزه. ان شاء الله نجاوب. تمام قلبي. الحري بس نجرب نجرب الحري ضروري. ضروري. طبعا السؤال بيقول خشوني يا خبره. ما هو الطائر الذي يوجد له جناح واحد ورجل واحدة فقط؟ جناح واحد ورجل واحدة. هيا حلي واجي مع زوجك. ها قطف يلا. أنا حكي أبو جناحين. حكي أبو جناحين. ها حري ها قول. حكي جناح واحد ورجل واحدة. هيا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. أدي لك اللي جابه الدجاج زين أنا وحري ويش. نص شواية. نص حبة دجاج. صح إجابة صحيحة. أنا حبيت فيها صح. طبعاً هذا الجائزة مقدمة من دادي الاستراف. دادي الله يحفظك. حبيبي 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 رجل واحدة؟ جناح واحد. جناح واحد. معلومة أول مرة أسمع بها. وآخر مرة. يلا إيش؟ أجد دلي أي طائر؟ النورس. النورس. هاب اختياره. هو باختيارك كيف بدك جائزة؟ لو باختيارك يعني؟ والله مش عارف. ما هو الطائر الذي يوجد له رجل واحدة وجناح واحد فقط؟ رجل واحدة وجناح واحد. أجي له قدوة. بس فكر خيرك. احد يقول لي لا ما نسال عشان تعرف ولا داري ولا قد جالك اخطاء على بالك هذا السؤال. لا في معي سؤال اشتب سرعه على الجواب. بيقولوا الناس ان انا مصعب عليهم الاسئله. لا اسئلتكم كانت سهله يمكن. ما ادري. ما هو الطائر الذي يوجد له جناح واحد ورجل واحده؟ ما كذبوش الناس. جناح برجل واحد وذا. ايوه جناح واحد ورجل واحده فقط. طائر برجل واحدة وجناح واحد. أجيلك قدوها. لا. طائر جريح ولا إيش اللي؟ طائر جريح. ماشي يا عمد. إيش؟ سريع يا عمد أنت حل جائزة معنا جائزة. ها. ذكرت. ها. نص دجاج. صح. مضبوط ولا مشوي؟ مضبي يمكن. صح. ما أظل لا. صح. إذا سؤال ثاني ما هو الطائر الذي يطير على وراه أو يرجع إلى الخلف؟ طائر معروف يعني. يرجع إلى الخلف. ها. يطير إلى الخلف. والله مش عارف. إذا ما هو الطائر الذي يطير إلى الخلف؟ إلى الخلف. أسئلة صعبة. باقي سؤال ثاني، ما هو الطائر الذي يطير إلى الخلف؟ طائر يطير إلى الخلف. النار يرجع ريوس. يرجع ريوس أيوه.
يا سيدنا انت مش على السؤال صلى على النبي. ولا انا سؤال والله. فعلا موجود؟ طاير قعريويس؟ ايه. حرف الطاء ها؟ طاير. لا باقي حاجة بحرف الطائر ال... أول حرف الطاء. الطاير الريويس. طاير طاء ونون ها. ها. الطائر الطنان. الطائر الطنان. طبعا هذا الجائزة مقدمة من دادي أونلاين. ألف مبروك. الله يبارك فيك. حبيبي. ما هو الطائر إيش؟ الطنان. ما هو الحيوان الذي يوجد له رأسان وثمان أرجل؟ عيد. يوجد له رأسان وثمان أرجل. ماشي. مشاهدينا الكرام حبيبي فقرة الآن ضحكني، إذا ضحكني الأستاذ عرفني على اسمك. محمد سعيد. الله يجعلك سعيد دنيا واخره. امين الآن. امين. محمد سعيد من؟ المقدري. المقدري. طبعا في معنا فقرة ضحكني، ضحكتني يقول لك الآن جائزة رائعة. تدري نكتات، تدري موقف حصل لك؟ بسم الله. والله موقف حصل لي يوم من الأيام وأنا أدرس في الجامعة. أيوه. احنا يعني تعتبر محاضراتنا في قاعة واحدة. أيه. فأنا يعني دخلت هذاك اليوم القاعة. واحنا متعودين ان احنا سنة ثانية هناك. أيه. هدخل اجلس. سنة اولى كانوا ضحكوا علي هذا، الدكتور قال لي ايش مسوي مسكرا ولا ما قال لك هذا. خسرنا خيلات امس. جد النكتير لك. عدي بالنكتيرية. والله. احبش والله. ما احبش. عزب الجائزة عدقرع. خلاص. يلا. قال لك واحد محشش. أيه. دخل يلعب بلاي ستيشن. أيه. هدف على نفسه. طبعا الاجابه هي 8 قطط، معي 8 راس، 8 روس و8 رجل. 6 معك الجائزه مقدمه من مطعم البيت الثاني بروست في فينجو في بيت بوكس. شكرا لك. تمام انت اول جائزه تتعشى. كان ابو واحد طلب من ابوه 15000 سعودي يسافر امريكا. أيه. ابو ما رضى يجي له، قال له لا معك 15، قال له ما بيش، ضربه وشال 15 وسافر امريكا. بعد شهر ارسل له 50000 امريكي. لمن؟ لابو. لابو. وكتب له ظرف، قال له العفو منك يا ابن ضربتك، قال له لا هذا على حسب مصلحتي. هذا الجائزه مقدمه من دادي اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعرفكم من أول مزامنا. أي واحد بخاطر وشيء لشيء سامحنا. طبعاً إحنا اليوم هذي في برنامج بحق من قلبك. في معانا برنامج، مش برنامج، مقلب. يمكن برنامج داخل برنامج ماي. مقلب في هذا البرنامج لكن ثقيل شوية. مش ثقيل شوية وما ثقيل كثير يعني. يروح أفعل مقلب مع الجزاري. فريزو فاحتمال يقطعونه يعني مع البسوني لا كفيلو. المقلب كالتالي. المقلب على أساس إنه إحنا من هيئة التوقيع ومعنا إبرة 50 سيزي عشان نلقح الكيوس صميم. إذا ما رضيش يخلينا نلقح الكيوس فنلقح الجزار نفسه أو بايعين اللحوم هذا. يا الله الحمد لله قضينا الديون أمورنا سابرة والباقي على الله. يلا بنا بترحم عدل. السلام عليكم. كيف انت يا حبيبي؟ الله يسلمك. ما تشربين يا عاد؟ ما تشربين؟ عصير لي؟ يا سلام يا سلام. خلف عصاد. سقاوت. ما لعبت انت هل؟ لا كنت مشغول بس، كنت تلعب. كنت مشغول ما لعبت. مشغول. كيف الحال؟ احمد الله ومشكرك. اخبار التيوس؟ التيوس كل شيء تمام. مرتاحات؟ هذا وهذا وهذا. وهذا 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 يتصادروا. وهذا يتصادروا. السلام عليكم. سؤال بحر. ما رقم صلوا عني. مرحبا مستعجل عليك. احنا من وزارة هذا التيج رقم كم؟ 126 مرقم ليش؟ رقم عادي عادي. رقم عادي. النكاح. ما وش معنا تيوس. كيف ما وش معك هذا ما هو لحم حمي؟ هذا ما هو هذا؟ هذا لحم. هذا جمل. جمل. يوف ذبحته عاد بطن مو هذا ولا كيف؟ مش في حسن بسر الله حاجة هذه ولا وين الورقة؟ ورقة معه ورقة الطلع حق معه الطيوس. ما تأكلين ما تأكلين أكلهن زبيب أكلهن عرب. ليش تأكلهن زبيب؟ عرسانهن ولا أي شيء؟ أنا ما بدي أكل تقولي ما أكلهن. أقول هذا من بعد أكل صحي تأكلين خبز سمر حاجات صحية وكذا. خبز كيف ما شين اللقاح الطيوس؟ نبصرني في حاضني بصرني
ها؟ تتبع الزراعة ولا تتبع هذا ما يتسوقش هذا صلي على النبي اخبره تمو شوية. لا ما يتسوقش حتى هذا. هذا الإبرة. للعق للعقول العقول. هذا العقول السابية الملاح ما سمعت القصيدة الملاح الملاح. وين التصريح هذا؟ التصريح معك شيء؟ التصريح ماشي نعبر بان دمار وش نفحصين بقعتين؟ معك تصريح من التصريح عام؟ ما تساعد أنت مجنون معك عاق؟ أنا معي عاق. مش معاكم مهلي؟ لا لا معانا. طيب عمكم شو معاك بطاقة عاجي معاكم؟ ايوه. معلش بطاقة صلوا على ما يفعل الطاقة مو قيمة شنو عقد؟ وين الورقة؟ ورقة ما هو؟ حق الفحص. على تشير شتان يا حول ولا قوة. انت طبيب؟ ها؟ انت طبيب؟ لا ابيض ولا اطير. الطبيب هذا ظنها. معك تصريح ولا ما عندك تصريح؟ توصل لعند الهدى. الهدى طيب. الهدى ماله. اين التصريح حقك؟ طلع لي تصريح يا اخي افحص لي يعجبك. هذا ما هو؟ هذا حق انا ها ما تفحص فين طلعت هذا ما تستخدم هذا الحني يا بالله احفظك هذا انا حق التيس كيف هذا انا حق التيس اقرا انا تقرا اقرا هذا رقم 10 بالانجلش ما ادري كلام مش خبي يا اخي مش ضروري تصريح بخيرات بخيرات اين التصريح ايش مشتي عن تصريح اخي لو سمحت ساحة حاس نفسك أول قلت بحسن هذا صحيح في تيسين يصيح لأن أول ذي بجمالي هذا التيس اللي يصيح جعل هذا كله مش حاجة ها والله حق إذا راق بنجري ما نلبس لي بالطوس هذا حق دتو أغير إحلاك هذا والله أنا كيف ماشي نلقح نلقح به كم أربع نلقح يا رب يا رب صلى على النبي نلقح يا هذا قلت لك ما قلت لك عملي عملي اجا انا اقدر شلون تصير شلون تجي تصريح وانا عصري اجبك فانا بفضل رجعنا الشبكه الثانيه سعدتنا عسكر كلهم برضه شخني بحصل الغنم طلع معي 2 تيوس لو قسم يلا اطلع معي 2 تيوس ايوه نساعده لك مهره مش نلقح هذا بس اذا ممكن من نلقحه من الوريد يا حبيب الله واحد يشتري غنمي الله يرحم لي والده ما لا يا اخي يا ابا خلنا نفحصهم رجع عملي عملي انا شو عملك ما هو عملي شو عملك ما هو هذا ما داخل هذه ابره ابره انت عشان تشرب انا بيت لا لا كم مالك انا انا زي ما فعلوا الناس الباقيين والله يفتح علي انت معك تصريح انا لا تقول لا تقول معك تصريح لا تقول تدرعي لا تقول تدرعي خرج على قد نفسك خرج خرج من هنا يا اخي صلى على النبي شوف حاصل خرج يا اخي خرج من هنا اخرج قال حاصل يا ابو الله الرحمن دخل نفس العمل لنا قبل ابعد وجيلي لا تبصر وجهي إذا ما عمري يفتش إن كانك في مجال هكذا والله ما تعصطلي ما عاد يفتش أنا ما مشترى يا أخي واي فحص البحث والله ما الفحص يا أخي لا تنهزل أشطلي يا أخي لحظة خمد ما في ما في قنيبي ما في فيش قنيبي مرض مصدع وإذا ما تسمع شوف شوف النخرة أقام أقول لك حاجة بدل ما نلقح التيوز نلقح لصاحبك إيش رأيك لانه قال اسمع انت انتقل العقبة لا الحين بنلقح الى فعل امر والله اشتيام اشتيام فعل البلاغ والله افتح عليك طيب اشتيام ايوه انا ذن امرك خرجين بما تامرني امرك ذن اقول لك اعرفك شلون انا ما اجي يا غالي ما عملها عملنا احنا يا اخي ما عرف ما عملنا احنا احنا عبد العمر يا غالي عملها يا غالي ادي لي امر من الدوله وجيب حصن احنا في الشيء الموطن مالك ما انت صحها اها يا معافه هذا في فتاق ما ينفع حق السها فتاق خلاص شو لك هذا نتغدين يونس يا اخي شو هذا غدا اقول لك انك بتهفه احسن تاجنا يا اخي هذا اللي برات هذا انت انا بقول يا حبيبي قال لي يا اخي ما تشوف الضاف هذا يا حبيبي يا حبيب يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي على القحن هكذا شكلك شكلك كثير انت تقول له اخي روح لك امي قاعد زعلان مقلب مقلب هذا هذا المقلب هذا بعد بعد هذا بعد يا يونس اجمع لا 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 بس والله تبعد مقلب مقلب حق التيوز حق التيوز حق التيوز حق التيوز
مقلب 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 يا اخي لحظه 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 ما ادري صلى على النبي يا اخي القهوه دي اسمها مالك مالك صلى على النبي مالك من دخل الشارع مالك دحينه ها جاي بقاني الله ما بلا الساعه بتفقدوا صلى على المقلب مقلب 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 والله مقلب هذا استاذ مقلب مقلب الله يرحم والديك يا اخي مقلب الله يرحم والديك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام يا عيال لا لحظه لحظه افهمه طيب افهمه صلى على النبي صلى على النبي هطل هات صلى على النبي لا تصب عايز هذه صلى على النبي سبحان الله هذا خلق هذا انت عينه جايب هذا الخبز تعال سوي لي الحنكه ما اخذ شفت لك خلاص خلاص حواك ما من مقلب ما من مقلب يعني عاد خليني شوفك يا مرحبا شوفك يا مرحبا صلوا على النبي الله ينزل عليك شوف نزل له الزجاج ولا ها المقصم يا حبيبي الله يسامحك عادي حبيبي العفو تفضل العفو خلينا نجمد بك عاد خلونا نذبح حق ذا العج قبل العج مالك يا عبد العز صلى على النبي مالك نذبح قبل العج مالك يا عج صلى مالك جاي بهذه الطريقه اسمع صلى على النبي في غير كاميرا خفيه انت مش جنبي ما تطلعش في اي وقت طبعا مقلب 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 شوف الكاميرا والله صلى على النبي عبد الله شوف الكاميرا طيب شوف الكاميرا خلاص بحق الكاميرا ضحك الله شوف حق من قلبك على قناة المهرية موافقين على البث يا شباب موافقين على البث موافق على البث الله مستعان الله انت موافق على البث نبثه في المهرية عادي عادي موافق حبيب قلبي يلا دو موافقين على البث اه موافقين موافقين والتقطيع موافقين موافقين يلا موافقين على البث من دخلت اليوم صلى على النبي دخلت شاصر لكن هذا معك ولا حاجه بس تجي لك لو ودي لك الان بطاقه حسن عادي عادي دير بطاقه مش بطاقه بطاقه تمشي بطاقه من هنا شنو هذا هذا شباب والله الله لا والله ما فيش حاجه والله الله يستر عليك هو غير نضحك بس نرسم نضحك على وجوه الناس اذا كل عام وانتم بخير وانا نودعكم مرحبا ما نلقاكم بكره في نفس الموعد وحلقه جديده وعيد سعيد وعمر مديد وكل عام وانتم بخير اي لاف يو يا مرحبا حيا اضحك من قلبك هذا المطلوب يا الله